أيضا مشاهدينا في متابعة لهذه الضربة وردود الأفعال ولا سيما الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، تنضم إلينا من واشنطن مراسلة الحدث الزميلة ريتا سليمان. أهلا بك ريتا معنا في هذه التغطية المتواصلة. أولا، كيف يقرأ الموقف الأمريكي من هذه الضربة؟ أيضا هناك دور الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة خفض التصعيد بالمنطقة، كيف يمكن نقل وجهة النظر الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية أكدت باتصال مع الصحفيين بأنه الرد العسكري الإسرائيلي ضد إيران استهدف أهداف عسكرية في جميع أنحاء إيران، والولايات المتحدة لم تكن مشاركة في العملية العسكرية. الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي عملوا مؤخرا مع الإسرائيليين لتشجيع إسرائيل على إجراء رد مستهدف ومتناسب لخفض الخطر الكبير الذي يحيط المنطقة ككل. الإدارة الأمريكية اختارت تعبير غريب نوعا ما، حيث قالت بأنه الرئيس أو الإدارة الأمريكية فرضت على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تصميم رد يعمل على ردع المزيد من الهجمات ضد إسرائيل مع تقليل خطر المزيد من التصعيد، ولكن الإدارة الأمريكية شددت بأن موقفها دائما يقف مع إسرائيل، تأمين القوى الدفاعية لإسرائيل ومنع خطر الإيراني والتصعيد الإيراني. المسؤول الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة عملت على تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في الفترة التي سبقت خطة الليلة مع تشديد الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس بوضوح بأن هناك يدافعان دائما عن إسرائيل ويؤمنان شعبها وأراضيها من إيران واعتداءاتها، مؤكدا بأن إذا اختارت إيران الرد مرة أخرى فستكون الولايات المتحدة مستعدة وستكون هناك عواقب وخيمة جدا على إسرائيل. المسؤول الأمريكي شدد بأنه سيكون هناك في أو تريد إدارة بايدن الآن مضي قدما في تأمين وقف إطلاق نار في لبنان وأيضا في غزة. المسؤول الأمريكي قال بأنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك قيادة لجهود جديدة رامية إلى تأمين نهاية للحرب في لبنان من خلال اتفاق يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى منازلهم، مؤكدا بأنه حان الوقت الآن لوقف إطلاق نار في غزة وعودة الرهائن، مؤكدا بأنه هذا ما كان يجب أن يحدث دون تأخير منذ زمن في الفترة الماضية. نعم، إذا أردنا أيضا يعني الحديث عن كل يعني هذه الأحداث تأثيرها على الانتخابات الأمريكية، دور الإدارة الحالية في هذا الاحتواء الكبير، ربما كما تفضلتي وذكرتي بأن هناك توجه للتهدئة في المنطقة من خلال إنهاء الحرب في غزة، التوصل إلى إطلاق الرهائن، كيف تعاملت وسائل الإعلام الأمريكية أيضا بالنسبة للحملات الانتخابية وهذا الدور للإدارة الحالية؟ لا شك فيه بأنه هذا الرد الليلة كان منتظر وكانت تداعياته كبيرة جدا على الانتخابات المقبلة. نحن على بعد حوالي 11 يوما من انتخابات تعتبر المصيرية في هذه المرحلة في الولايات المتحدة. إن كان الحرب في غزة أو حتى في لبنان كانت تداعياتها كبيرة، هناك تأثير كبير على المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس وخاصة من قبل العرب الأمريكيين أو الأمريكيين من أصول عربية الذين قاطعوا الديمقراطيين في هذه الانتخابات. ربما الكثير منهم لم ينتخب الرئيس ترامب
في هذه المرحلة، لكنهم أيضا لن يعطوا أصواتهم للديمقراطيين، هذا ما أعلنوه على الأقل. ربما ستكون الاستفادة للطرف الثالث، المرشح الثالث ربما يأخذ أصوات العرب. هذا إذا ما تحدثنا عن تأثير الأوضاع في المنطقة على الانتخابات. أما عن تعامل الصحافة الأمريكية ووسائل الإعلام حول ضربة الليلة، كان هناك متابعة على الرغم من أنه كان هناك توقع ربما لهكذا ضربة أو هكذا أحداث، ولكن أيضا التركيز الأكبر هو على الحملات الانتخابية. تنظر الإشارة بأنه الرئيس بايدن استمر على جدول أعماله لهذا اليوم ولنهاية الأسبوع. هو أثناء الضربات الإسرائيلية كان توجه إلى دلاور، وقبل ذلك أخذ صور تذكارية لوح للصحفيين المرافقين وأدى التحية العسكرية لمرافقيه العسكريين قبل أن يصعد إلى الطائرة ويتوجه إلى دلاور. وأيضا أبقى على جدوله للأيام المقبلة، سيكون عنده تجمع انتخابي مع نائبته كاملا هاريس في بنسلفانيا وفي ماريلاند أيضا غدا وبعد غد. وأيضا كاملا هاريس هي الآن في تكساس، تقوم بحملة انتخابية، مهرجان انتخابي كبير في تكساس، وتستضيف نجوم كبار مثل بيونسي، على الرغم من أنه أصر الفريق الأمن القومي للرئيس ونائبة الرئيس بأنه تم إطلاعهم على التطورات وعلى الهجوم الإسرائيلي ضد إيران بكل تفاصيله، وهم يتابعون كل الأحداث لحظة بلحظة، ولكن مع استمرار نشاطاتهم الانتخابية بشكل عام. نعم، حتى نستفيد منك ريتا للحديث أيضا يعني عن جانب الانتخابات الأمريكية، يعني مع بدء العد العكسي لهذه الانتخابات، هامش يعني الهامش اليوم بين كل من كاملا هاريس وبايدن بعد إطلاق حملة هاريس، كان هناك نوع من الزخم. اليوم نلاحظ بأن يعني عادت لتتراجع، وبالتالي إلى ماذا يعني يعود ذلك؟ لعدة اعتبارات، إن كان من الناحية الاقتصادية أو حتى من التطورات في منطقة الشرق الأوسط. ولكن بالاعتبار الأول بالنسبة للناخب الأمريكي يبقى الاقتصاد. استطلاعات الرأي تختلف ربما بإعطاء تقدم لهاريس أو حتى لترامب، ولكنها جميعها تؤكد بأنه الناخب الأمريكي يهتم بالاقتصاد أولا وبالضرائب. فهو لا يهمه إن كان الوضع في الشرق الأوسط أو في أوروبا سيء، ولكن يريد أن يؤمن وجبة الغذاء لعائلته في نهاية اليوم. لا يهتم إذا كان المرشح الذي سينتخبه من أصول أفريقية أو ليس أبيض على الأقل، ولكن يهتم أيضا بالاقتصاد. وأيضا كاملا هاريس لم تستفد من الزخم الذي بدأته حينما أعلنت عن ترشحها. في كل مرة يكون لديها مقابلة صحفية تنخفض نسبة الإقبال أو التأييد لها في مرحلة ما، حتى وصلنا في هذه المرحلة إلى تعادل في النسب وإحصاءات الاستطلاعات في هذه المرحلة. شكرا لك ريتا. ولكن نعم تفضل. ولكن في طبيعة الحال سيكون هناك ربما يجب أن ننتظر ليوم الانتخابات لنرى كيف ستكون النتيجة. نعم، وموقف الناخب الأمريكي من هذه الانتخابات الذي يحدد من سيكون الرئيس المقبل. نشكر لك كل هذه المعطيات التي تفضلتي بها معنا من واشنطن. رافقتنا مراسلة الحدث الزميلة ريتا سليمان.